نوف يلا 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 يطق الجرس عمي يلا يلا تقول لك حصه داشين ساره ساره وينها ساره ويانا وينك يا ساره راحت شنو طق الجرس يلا يا ساره تعالي زين طقت الجرس حق ساره انت معانا بشيء يا ساره شنو في سؤال ولا فازت بشيء يلا خلينا نسمع السؤال سؤالك من المخرج حق يلا يعني احنا هذا كله قاب على الهواء يا جماعه هذا الصندوق الحين ساره قاعد تشوف صندوق الصندوق هذا فيه ايه؟ جائزه كبرى ساره شنو شفتي هالصندوق يلا مساعة انا وعبد الله قلنا مثل ايه انا غنية واحب الهديه فايز فايز مبروك فايز 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 الله 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 هذه الله الله هذه مركزة شوفي مركزة الجائزة ترى قيمتها 2000 دينار بس انا ما بقرا الجائزة ايش رايك حصة تقرين انت ولا انا اقراها؟ انت اقراها انا اقراها انا اقول لك بشغلة انت اي شو تتوقعين الهدية؟ شو تتوقعين الهدية بسرعة؟ شيء قوي شيء قوي بسرعة زين شو تتوقعين الهدية؟ شيء رجل يلا شنو ساعة؟ ساعة لا مو ساعة شيء غالي تستاهلين عطني زوم مخرجنا عطني زوم ها مبروك الجائزة غرفة نوم بقيمة 2000 دينار مقدمة من البيت الخشبي ألف مبروك فايز فايز مبروك فايز تستاهلين حياتي يلا عليك بألف عافية قيمتها 2000 دينار ألف مبروك يا سارة فزتي بغرفة من البيت الخشبي سوي لك غرفة كذي كبيرة فيها كبتات وإضاءة وكل شيء كل والله أقول لك شغلة حصة أنا الصراحة ودي أسمي الصندوق هذا النون وما يعلمون إي والله علي فيه مو مسلسلنا بس النون وما يعلمون والله قوي خلنا نعتمده